الدرس الثاني بيتكلم على حاجه اسمها ابلكيشن اوف فريكشن فورس. كلمه ابلكيشنز اوف ذا فريكشن فورس معناها ايه؟ معناها تطبيقات على الفريكشن فورس. انا بعد ما عرفت الفريكشن فورس وخلاص فهمته وفهمت الاير ريسيستنس وكمان الووتر ريسيستنس وعرفت الفاكتورز اللي افكتنج عليهم، انا هستفيد بالكلام ده ايه؟ قال لي حاضر يا عم هقول لك يا سيدي. تعالى بس نشوف الحته دي بيقول ايه. In the previous lesson you have learned that الفريكشن فورس always، سواء فريكشن فورس سواء اير ريسيستنس سواء ووتر ريسيستنس، افكت ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف موشن. عارف، وعلشان كده بتعمل ايه؟ بتعمل سلو داون، بتعمل سلو داون، تباطؤ في حركه الجسم. كل ما الفريكشن او الاير ريسيستنس او الووتر ريسيستنس تزيد على طول بيعمل سلو داون الاوبجكت، ولو زاد اكتر يوقف وهيقف. طيب الفريكشن فورس از بيست اون ذا فريكشن بتوين تو سيرفيس وين ذي تاتش ايتش اذر. طبعا الفريكشن فورس يا جماعه هي الاساس، اللي هو ايه؟ فريكشن اللي هو المقاومه بين اي جسمين بيلمسوا بعض. تمام، ذيس فورس سلو داون، قلنا سلو داون تمام اند ستوب. طيب بيقول لي بقى ايه؟ There are a lot of technological application. فاكر لما قلت لك انا في حاجات عايز الفريكشن فورس تكون كتيره علشان اقدر اتحكم؟ في حاجات عايز الفريكشن فورس تقل علشان السرعه تزيد؟ هو جاب لك رسمه هنا للواد لابس ايه؟ حذاء باتيناج. عامل فيه ايه؟ عامل فيه عجل عشان يقلل الفريكشن فورس وبالتالي يمشي بسرعه. تعال نشوف كده ايه الموضوع بتاعي. في الفريكشن فورس لها ادفانتيجز، ادفانتيجز يعني مميزات فوائد، وديس ديس ديس ادفانتيجز اضرار. يلا نشوف مع بعض كده وات از ذا ادفانتيج، ايه هي الفوائد اللي بتعود عليا من الفريكشن فورس. خد عندك نمبر 1، الفريكشن فورس بتوين كار تاير اند رود هيلب ذا كار تو موف فورورد. يعني ايه؟ العربيه بتاعتي واقفه، ركز معايا، العربيه بتاعتي واقفه، دورت العربيه ماشي يا سير، بدات العربيه تتحرك. لو العجل ما كانش بينه وبين الارض فريكشن فورس هيلف على الفاضي والعربيه مش هتتحرك لقدام. امال ايه؟ لازم يكون بين الكار تاير والجراوند او الروت لازم يكون في فريكشن فورس علشان تحرك العربيه. طب ايه الدليل على كده؟ هديك دليل، اسمع معايا الدليل ده. كتير يا جماعه في الشتاء بنلاقي عربيه يقول لك العربيه دي غرزت في الطين. يعني ايه؟ يعني العجل الطين عشان املس، عامل زي الصابون كده املس، فالعجل بتاع العربيه غرز، عمال الراجل يدوس بنزين والعجل عمال يلف على الفاضي يلف على الفاضي يلف على الفاضي. صح ولا غلط؟ مظبوط، العربيه مش عارفه تتحرك. تعال اقول لك بقى الراجل اللي هو العربيته مغروزه ده هيعمل ايه؟ يحط تحت الكار تاير اهو الحته دي او هنا، يحط تحتها اي رف سيرفز، اي رف، شويه خشب شويه طوب اي حاجه رف. ليه رف؟ ليه خشنه؟ علشان يزود الفريكشن فورس وتبدا الكار تقدر تتحرك. يبقى هنا لو ما كانش فيه فريكشن فورس بين الكار والرود ما كانتش الكار موف فورورد اور موف باكورد. الفريكشن فورس هو اللي بيخلي العربيه تتحرك. تمام، اتنين، نمبر 2، نمبر 2، الكار بريك هي ازاي يا جماعه؟ ازاي الفرامل بتشتغل؟ ازاي الفرامل؟ عباره عن حتتين كده حديد حوالين الكار بس من جوه، التاير بتاعي من جوه، ولما السائق يضغط على البريك تبدا، بص معايا ازاي، بص معايا ازاي كده، ادي مثلا ادي العجله اهي، بيبقى فيه قطعه من هنا وقطعه من هنا،
لما الدرايفر يشتغل على الفرامل يضغط فرامل، الاثنين دولت يضغطهم واسكين في الوسط الكار تاير، يضغطوا عليهم قوي، يحصل احتكاك بينهم وبين الكار، العجله تقف. انت بص كده على العجله بتاعتك، البايسكل بتاعتك اللي انت بتركبها، هتلاقي الفرامل ورا عباره عن ايه؟ قطعتين كاوتش ضاغطين على التاير من ورا. لما تضغط فرامل، الكاوتش اللي ورا يزنق، يعمل فريكشن بينه وبين البايسكل تاير، ويعمل سلو داون لحد ما تقف. يبقى هنا الكار بريك، الفرامل بتاعت الكار معتمده ديبندس اون، معتمده على ديبندس اون اهو، او هنا ايه، يوز ذا كار، ذا بريك that are used to slow down the stop of the car depends on على الفريكشن فورس. الفكره كلها فريكشن فورس. يبقى لما اضغط الفرامل بتاعه العجله، القطعتين الكاوتش ورا يقوم مضمومين، حصل بينهم وبين التاير فريكشن فورس، العجله او الكار او اي حاجه بستخدمها فيها البريك تقف. نمبر 3، فريكشن فورس هيلب تو كنترول ذا كار سبيد and change the direction. يعني ايه؟ لما تيجي يا جماعه في الشتاء يقول لك ايه؟ على قائد السياره ال ال القياده ببطء، بسرعه بسيطه. ليه؟ قال لك لان الارض في المطر بتبقى مزحلقه. ليه؟ لان الوتر يا جماعه بتعمل طبقه، هذه الطبقه بتقلل الفريكشن فورس. طب لو انا مشيت بسرعه في هذا المطر، ما اقدرش اتحكم في الكار، لان ما عادش فريكشن فورس بين الكار تاير والجراوند، فلازم امشي بالراحه. يبقى هنا الفريكشن فورس لازمه لازمه، وهتلاقوا الطريق عمر ما طلعت لي املس املس قوي، لازم يكون في شويه فريكشن كده علشان اقدر اتحكم في الكار سبيد اند دايركشن. كلنا يا جماعه لو رحنا شفنا الشوزات بتاعتنا، هتلاقي الشوز عندك في رسمه، في شويه حاجات كده عاملها رفنس، يعني عاملها خشونه. هذه الخشونه يا جماعه علشان اقدر امشي على الارض وما يحصلش بيني وبين الارض اي زحلقه، دي بتزود الفريكشن فورس علشان اقدر امشي. طب اقول لك دليل، خلي كده مره مامتك على السيراميك بتاع الشقه بتاعكوا كده، تقوم رشالك شاور جيل على السيراميك وتقول لك يلا يا حلو مشي على السيراميك ده، مستحيل مستحيل هتمشي. ليه؟ لان الشاور جيل او الزيت او اي حاجه عامله طبقه منعت الفريكشن فورس، فسيادتك مش قادر تتحكم في المشي. لكن لو انا لبست اي شوز وفي هذه الجروفز اللي عندي دهيت، على طول يقدر يحصل فريكشن فورس بينه وبين الارض يخليني اقدر اتحرك. فيبقى هنا فريكشن فورس هيلب اس تو ووك، ان احنا نمشي، از فريكشن فورس بتوين يور شو اند ذا جراوند بريفنتس اس فروم سليبنج داون، الانزلاق. يبقى الحاجات اللي في الشوز اللي عندي ديت خلت الفريكشن فورس بين الشوز والجراوند كبيره، فمنعت احتكاكي. وده يبان قوي في الشوز اللي بيلبسوا اللعيبه اللي بيلعبوا في الصاله المغطاه، يعني زي بيلعبوا الباسكت، بيلعبوا كره يد، بيلعبوا حاجات من دي، لازم يكون الشوز فيه جروفز قويه قوي، او هذه الرسمه تكون قويه علشان يحتك بالارض جامد ويخليه ثابت ما يحصلوش سليبنج داون. نمبر 5، الفريكشن فورس نيدد تو لايت ذا ماتش. هنا يا جماعه الحته بتاعت الكبريت اللي انت شايفها دي لازم تكون رف. عشان رف بيحصل ايه؟ بين الكبريت اللي هي الجزء اللي تحت ده وبين هذا الرف، يخلي لايتد ماتش لايتد، او الماتش لايت يتولع. طب تعالى خد كده الكبريت ده، ولما الحته دي ساعات تنعم وتبقى ناعمه قوي، تيجي تعمل مش راضيه تولع، لان ما عادش فيها رف. فلازم هنا الفريكشن فورس نيدد فور لايتنج اوف ماتشز. يبقى دي اسمها ذا ادفانتجز، اللي هي فوائد
الفريكشن فورس. طيب